النهارده احنا شابتر عندنا كان الميتالوجي، يعني كلمه ميتالوجي الشباب اللي عنده ده بيوروا على كده حاجه مش مهتم بالمحاضره اللي طبعا على طول. يعني كلمه ميتالوجي ستادي اوف ميتالز، هدرس ميتالز اسمه ميتالوجي. اول حاجه عايزين نعرف يعني ايه كلمه ميتال. ميتالوجي فاهمه ويتش فيلد بيز ستادي اوف ذا ميتالز اند الوز. تعريف كلمه ميتال ايه هو؟ علي صوتك ماتيريال اللي بتوصل الحراره. ها ايه تاني تعريف ميتال؟ كل ده تعريف بس معاك ميتال. تعريف ميتال انت بص على الماده قول دي ميتال ولا مش ميتال. اي ماده بتحطها في سوليوشن وتطلع بوزيتيف ايون فهي ميتال. ده تعريفها خاصة بقى اللي احنا بنتكلم فيه ده. اوبيك ولاسترس كيميكال سبستانسز جود الكتريك على الثيرمال كونتاكتور والبولش ده اديني جود ريفليكتور اوف لايتس. دي خصائص الميتالز. هنتكلم في حاجه اسمها سوليديفيكيشن اوف مولتيف ميتالز. ميتالرجي علم كبير قوي احنا شايلين لكم منه كتير علشان الوقت قليل. هتلاقيني شرحت لك حاجات بره الكتاب مش عليك بس الحاجات اللي هشرحها بره دي هتفيدك تفهم الباقي. متفقين؟ طيب بسرعه
تبتدي انت تترصص ورا، مظبوط كده؟ يبقى اول حاجه عملنا نيوكلياس للطابور، عملنا نواه للطابور، هيبتدي الطابور يكبر وراه، اللي هو كان مين؟ المدرس او طالب زيك، ده النيوكلياس. بعد كده يحصل ايه؟ الطابور بيكبر، هيكبر يديني حاجه اسمها جرين او كريستال، الاثنين بنستعملهم على سواء. قلت كلمه جرين وقلت كلمه كريستال، الاثنين نفس المعنى، الاثنين ثابتين مفيش فيهم تغيير. خلاص بطل ضحك وخليك معايا. يبقى اول حاجه حصلت كان النيوكلياس فورميشن، بعد كده يحصل ايه؟ كريستال فورميشن. الكريستال دي هتيجي منين؟ من النيوكلياس لما تكبر. يبقى تاني خطوه عندي ايه؟ جروث اوف نيوكلياي تو فورم كريستالز. يبقى الميتال هينشأ ازاي؟ دي تالت مرحله فيه. هنلاقي النيوكلياس ابتدت تكبر، لحد ما هتوصل لشكل اخير اخره ايه؟ كل النيوكلياس كبرت بقى اسمها كريستالز او اسمها جرين، بتبقى ملزقه كده ببعض وكله تحول ليه سوليدز. يبقى اول خطوه هنا في النقطه دي حصل ايه؟ فوق هنا في ده، اول نقطه هنا ابتدينا ده، البلاتو ده كان هنا، لما خلصت هنا بقى الشكل ده نيوكلياس قاعده بتكبر معاه. خلاص كده متفقين؟ يبقى سوبرتيكشن ده بيتكلم عن تبع كام خطوه؟ لو الاخيره دي مش محسوبه. اثنين اهو. بيتم على كم خطوه؟ اثنين. اول خطوه كانت ايه؟ نيوكلياس فورميشن. ثاني حاجه كريستالز هتكبر من النيوكلياس، يبقى جروث بنيوكلياي فورم كريستالز. طيب انواع النيوكلياس، انا قلت لك مين اللي بيقف على راس الطابور؟ يا مدرس حتى مختلف عنكم، يا طالب زي زيك. يبقى النيوكلياس ده حاجتين، يا هوموجينوس نيوكليشن. هوموجينوس يعني ايه؟ نفس ذره المادة بتاعتي، بسيح جولد وهنشف الجولد، اخر اثنين ورا مش عايز رغي، مش عايز رغي، كلهم يسقطوا. النيوكلياس يا اما تبقى من قلب الميتال، انا بسيح جولد والجولد هتجي يحصل له سوليديفيكيشن، يبقى النيوكليا دي تبقى مكونه من مين؟ من جولد. هوموجينوس نفس الحاجة. طيب الجولد بيسيح عند درجة حرارة كام؟ 1063. لو أنا جبت عنصر مثلا زي البلاتينم بيسيح عند 1777. لما بقى عند 2000 الاثنين هنحصل فيهم إيه؟ الاثنين دايبين. طب لما أوصل عند 1500 حصل إيه؟ البلاتين بقى سوليد، طب والجولد؟ ليكويد. طب لما اوصل عند درجه تجمد الجولد هنلاقي ايه؟ في نيوكلياس متكونه من البلاتين، صح؟ ما هو سوليد خلاص، مش السوليدز ده اللي هي النيوكلياس اللي محطوطه. يبقى انا ممكن اعمل نيوكلياس هيتروجينس من عنصر تاني، صح كده؟ درجه انصهاره هتبقى اعلى ولا اقل من العنصر ده؟ اعلى. أعلى. ليه؟ عشان في الوقت اللي العنصر فيه ده هيبتدي يحاول يبقى سوليدز، دول هيكون حصل فيهم ايه؟ هو كان هو سوليد خلاص، وقف على راس الطابور كده، وقف اللي هو مين؟ المدرس اللي براك، اللي هو مش هيقعد يلعب في الحوش قبل الكاسه، لا ده وقت الطابور هو واقف في مكانه. يبقى في كام نوع من النيوكلياس؟ ايه هما؟ موجنس نيوكليشن والتاني هيتروجينس نيوكليشن. لو انا عايز هوموجينس نيوكليشن بعمل رابد كولينج، ببرد بسرعه. لو انا جيت قلت لكم دلوقتي وانتوا في الفسحه كده عايزكم تعملوا طابور في خلال 3 ثواني، هتعملوا ايه؟ ما اشتغلتش طول الطابور ولا اي حد في سنتين ولا اي حاجه، هتعملوا ايه؟ كل 5-6 هيقفوا طابور مع بعض. هتستنى تدور على المدرس فين ولا بتاع شرطه مدرسيه فين؟ لا 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 خالص، هتعمل طابور متواجد. يبقى منك في نفسك، انتوا الاربعه عملتوا طابور زي ما انتوا قاعدين كده، يبقى هوموجينس ولا مش هوموجينس؟ يبقى الهوموجينس بيزيد في حاله ايه؟ ايه؟ رابد كولي، برد بسرعه يديني هوموجينس نيوكليشن. طب الهيتروجينس بقى اوبتنت باي الاون اتومز اوف ذا ميلت، ميلت يعني حاجه سايحه.
to contact solid particles. فاكر لما قلت لك البلاتين بسعة بكام؟ 1077 درجة حرارة عالية هيك، وجولد عند 1300 تقريبا، 1000 عند 1700. لما الجولد يجي يجمد، مش هيكون البلاتين اوريدي سوليد؟ يبقى هي اوبتيند باي اليوم اتوم زمان تو كونتاكت سوليد بارتيكلز. زي ايه؟ ادم اوف فيري فاين ميتالز هافينج هاير ميلتنج بوينت. محتاج ساعتها بعمل سوبر كولي، فبرد بسرعه على الكارد بورد. لا خلاص انت عندك النيوكلس موجوده واقف مكانها، خلاص مش محتاج اكتر من كده. تمام؟ يبقى في عندي كام نوع من النيوكليشنز؟ اثنين، هما هوموجينس وهيتروجينس. جروث اوف كريستالز بقى تاني مرحله هيحصل ايه؟ مش انا قلت لك في النيوكلس اتكونت؟ هيبتدي يترسب عليها الاتومز الثانيه. كريستال جروث او نيوكليا او جرين جروث بيحصل فين؟ في 3 دايمنشنز ان فورم اوف ذا دراكس. كلمه الدراكس يعني تفرعات شجيعيه، يعني انا اتوم واقف هنا في النص، انا نيوكليس اهو. الناس هتيجي تترسب عليها، مش تترسب في 3 دايمنشنز، اتوم موجوده في النص والميتالز هترسب عليها، هترسب عليها في كل النواحي. يبقى هترسب في ايه؟ في 3 دايمنشنز. هتفضل تكبر لحد امتى؟ لما تكون الجرين تاني انا نيوكليس هنا وده نيوكليس هنا وده نيوكليس هنا وده نيوكليس هنا، انت حضرتك اتوم سايت هتيجي تلزق عندي انا. امتى هتبطل تيجي عندي؟ لما يبقاش في مكان بيني وبين ده، صح؟ هتشوف لك حته ثانيه تترسب عليها. يبقى جروث كونتينيو عم تيل مين؟ كونتاكت اسمين ويز ادجيسنت جروينج كريستالز اند باوندريز. بنفضل نترسب لحد ما نلمس بعض في حاجه اسمها باوندريز. كلمه باوندري يعني ايه؟ حدود. والجرين باوندريز بتدي خصائص كتيره قوي 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 للميتالز، مش موجوده عندكم بس هتلاقيني بشرحها في النص كده عشان تفهم باقي الكلام اللي موجود. خلاص؟ الجرين سايز اند نمبر. ممكن اعمل حاجه بالشكل ده او حاجه بالشكل ده. ده الجرين. الفرق بين الاثنين؟ سايز والنمبر. لو السايز كبير يبقى النمبر، ولو النمبر كبير يبقى السايز. فيها مشكله؟ خش على بعدها. ازاي اعمل ده وازاي اعمل ده؟ هو علي صوتك هو حسب نسبه اللي هي هتبقى مترتبه على عدد ايه؟ النيوكليوي. برافو عليك. التريك عندي في النيوكليوي، لو انا جيت قلت لكم هنعمل كلنا نقف طابور وانا الاربعه اللي واقفين هنا، هنعمل كام طابور؟ وطول الطابور قد ايه؟ كبير. طب لو جيت قلت لك هنعمل طابور على ال 50 اللي واقفين هنا، يبقى هنعمل ايه؟ طابور قصير بس عدده كبير، عددهم كبير. نفس القصه هنا، عندي نيوكلياس كتيره ولا قليله؟ ادي واحده هنا واثنين ثلاثه اربعه خمسه سته بس، مفيش تاني. طب وهنا؟ لا كتير. لا فين كان عدد نيوكلياس اكتر؟ هنا. مين بردت اسرع، هنا ولا هنا؟ ده بردت اسرع. مش لما برد اسرع عدد النيوكلياس هيزيد؟ مين حطيت عليه عنصر زي البلاتينم؟ ده ليه؟ ما هو العنصر البلاتينم ده يعتبر نيوكليس. لما احط عليه نيوكليس، لما احط عليه البلاتينم، مش انا كده زودت عدد النيوكليس؟ انا جيت قلت لكم احنا مثلا اربع دكاتره هتقفوا ورانا طوابير. خلاص؟ لا ده انا مش قلت لك بقى كده، ده انا جبت الدكاتره بتوعنا والدكاتره بتوع الكراون مثلا، بين كام واحد؟ 20، صح؟ مش انا استعنت بحد من بره، حد خارجي، لما استعين بعنصر بيسع درجه حراره اعلى مش هزود عدد الجرينز، صح كده؟ يبقى هنا عملت ايه؟ زودت هوموجينس نيوكليشن وزودت هيتروجينس نيوكليشن، الاثنين زودتهم. طيب هي الجرين باوندرز هتدي في ايه؟ ال 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 السيجنفكانس بتاعها. فاكرين في اول شابتر لما اتكلمنا على الديفكتس بتاعت السوليدز اتومز؟ قلنا في كام نوع من الديفكت؟ بوينت. ايه هما؟ بوينت ديفكت مالوش دعوه بيه، ولاين ديفكت كان اسمه ديسلوكيشن، صح؟
والتالت واحد بلين اسمه ايه؟ جرين باوندريز. هتكلم النهارده على حاجتين، على اللاين ديفكت اللي اسمه ديستوكيشن، تمام؟ وبعدها بشويه هتكلم على جرين باوندريز. الكلام ده مش في الكتاب، تفهمه علشان لما اشرح لك باقي الحاجات هتكررها بسرعه. طيب دلوقتي احنا جايين الكليه، عشان تيجي الكليه في 10 طرق. واحد صحي الصبح بدري، كم طريق فاضي؟ العشرة طبيعي. بعدها بشويه بيحصل ايه؟ اول طريق هيتسحب، هتعمل ايه حضرتك؟ هتستهلك التسعه التانيين، اتنين اتسحب، تلاته اتسحب. كل ما الوقت بيسحب انت عدد الطرق المتاحه ايه؟ بتقل. نفس القصه عندنا، قلنا الميتالز ماليبل وداكتايل، صح الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني بيحصل لها بيرمنت ديفورميشن، صح كده؟ ايه اللي بيخلي بيرمنت ديفورميشن يحصل؟ اللي بيخليه يحصل الديسلوكيشن اللي موجوده دي. ده اللاين ديفكت، صح كده؟ لو انا جبت شاكوش ودقيت من هنا هيحصل ايه؟ ده هيتحرك هنا وده هيجي مكان. مش انا كده عملت بيرمنت ديفورميشن؟ ده الديسلوكيشن اللي بيحصل. يبقى اللي بيخلي يحصل بيرمنت ديفورميشن للميتال بريزنس اوف ديسلوكيشنز. هو ديسلوكيشن واحد في الميتال؟ لا، ده كتير قوي، تمام؟ انا لو لسه صابب الميتال حال في ديسلوكيشنز كتيره ولا قليله؟ كتير. لو جبت شاكوش ودقيت عليه، ده حصل ايه في ديسلوكيشنز؟ قلت واحد، دقتين، اتنين، تلاته، اربعه، لحد ما اخر دقه هيتكسر. هيتكسر ليه؟ خلاص الديسلوكيشن خلص. طيب سؤال بقى، اول دقه هتبقى محتاجه قوه عاليه ولا اخر دقه اللي محتاجه قوه عاليه؟ ليه؟ عشان في ديسلوكيشنز بتخلص. كل ما الميتال في ديسلوكيشنز كتير كل ما تشكيله يكون سهل. طب ايه رايك لو انا حبيت اخلي الميتال قوي، مش ممكن ادق عليه شويه اخلص شويه الديسلوكيشنز اللي موجوده، صح؟ ماشي، حط المعلومات في دماغك عشان نرجع لها في اخر الميتالز. طيب سؤال بقى، انت حضرتك ماشي في الطريق، قولي نعم، الديسلوكيشن دي الطرق اللي الميتال بتتزحلق فيها، خلاص؟ لما استهلكها كلها يبقى محتاج قوه عاليه، صح؟ جايه الصبح في طريق في 10 طرق فاضيين، يبقى هتمشي بسهوله ولا بصعوبه؟ طب لو خمس طرق منهم قفلوا مش تبقى محتاجه صعوبه؟ يبقى كل ما الديسلوكيشن استهلكتها كل ما احتاج قوه اعلى، تمام كده؟ خلاص؟ طيب ايه علاقه الجرين باوندرز بالراجل اللي احنا بنرغيه ده؟ حضرتك ماشي في الطريق وحطيت لك طوبه في النص، صخره كبيره كده، مش هيبقى صعب عليك انك تعدي؟ انا لما باجي ادور الورق في الامتحان مش بقى المشكله صعب ان انا اعدي من ده ومن ده وانتوا قاعدين؟ طب لو انتوا قايمين مش سهل اجري بسرعه فيه بسهوله؟ يبقى لو في حاجه حصلت عندي اعاقه الديسلوكيشن هيبقى ايه؟ محتاج قوه عاليه عشان اعديه، صح كده؟ انا الطريق بتاعي سالك ماشي فيه، طب لو كان في طوبه هنا ولا في شنطه ولا حاجه زي كده اعمل ايه؟ هبذل مجهود اكتر علشان اعديه. العقبه اللي موجوده دي هي الجرين باوندرز. الديسلوكيشن المفروض الادوات تتسحلق فيه كده بسهوله، جت لك جرين باوندر هيحصل ايه؟ هتحتاج تبذل مجهود اكتر علشان تعدي الجرين باوندر. تبذل مجهود اكتر يبقى الاسترنس بتاعها زاد ولا اقل؟ ها؟ زاد. يبقى عشان ازود استرنس اوف ميتالز محتاج ازود الجرين باوندرز ولا اقللها؟ محتاج ايه؟ ازودها. يعني لو انا عايز اعمل عنصر قوي جدا اعمل ده ولا ده؟ عايز اعمل الحديده اللي انت بتسمع عليها دي ناشفه جدا اعملها ده ولا ده؟ اللي فيه جرينز كتير، ليه؟ عشان الجرين باوندرز هتزيد. لما الجرين باوندرز تزيد يحصل ايه؟ مقاومه للديسلوكيشنز، الاتوم ما بتتزحلقش بسهوله، محتاج قوه عاليه عشان تتزحلق، يبقى انا زودت سترينز، تمام كده؟ طيب ايه اللي بتفكر تتحكم لي في الجرين سايز بقى؟ المفروض انت عارفها، ايه اللي هيخليني اعمل جرين كبيره او صغيره؟ هنقول اول حاجه الرد فولي، فاكر لما قلت لك اعمل لي حالا طابور دلوقتي ولا هاجي اقول لك انا هاخد خمس دقايق وخارج تكون عامل طابور؟
لما تجيب وقت لسه هنشوف مين اللي هيقف هنا وتقف وراه وتعملوا لي اربع خمس طوابير بس طوال. لما ما تدكوش وقت يحصل ايه؟ طوابير كتيره وصغيره. يبقى ريد اوف كولينج فروم ليكويد ستيت، لو بردت بسرعه يديني ده ولا ده؟ ده كتير. لو بردت بالراحه يديني ده. Addition of grain refiners or nucleating agents. ايه الاسمين الغراب دول؟ فاكر البلاتين اللي احنا حطيناه؟ ده هيعمل ايه في الجرينز؟ هيزود عددها. لما زود عددها يبقى حجمها هيحصل فيه ايه؟ يصغر. خليناها فاين ولا مش فاين؟ خلينا نعمل ولا مش نعمل؟ فعملنا تعبير بلاغي سميناها grain refiner. هيخلي الجرين فاين، هينعمها. نعمها ازاي؟ عن طريق ان هو عمل ايه؟ ان هو act as a nucleating agent. فهنسميه اسمه التاني nucleating agent. يبقى دي عملتها عن طريق مين؟ الهيتروجينس نيوكليشنز. مش انا قلت لك النيوكليس حاجتين؟ يا هوموجينس يا هيتروجينس. هيتروجينس جبت واحد تاني، الواحد التاني ده هيعمل ايه؟ هيخلي الجرين فاين، فسميناه من اسمه جرين ريفاينر. او اسمه التاني ايه؟ نيوكليتنج ايجنت، عن طريق انه هيعمل نيوكليس جديده. والتاني اول واحده ليها علاقه بايه؟ ريت اوف كولينج. ليها علاقه بالهوموجينس ولا الهيتروجينس؟ بالهوموجينس. الفاكتورز دي مهم. الرابيد كولينج هيديني فاين ستراكشر. لما برضه بسرعه بشكل عام كده. رابيد كولينج برودوس مور نيوكليار. مور نيوكليار يبقى ايه؟ مور جرينز. انا في الاول في نفس الحد. سو اتش جرين از سمولر. طيب والسلو كولينج هيعمل ايه؟ هيديني كورسر. كورسر يعني ايه؟ كورس يعني ايه؟ كورس يعني ايه؟ خشن. ده فاين ناعم وده كورس خشن. لو بردت بالراحه يديني الشكل ده. شفت بتوع السيوف في افلام زمان كان الراجل بالبلاك سميث بيعمل السيف ازاي؟ سخنه جامد ويدق عليه وبعد كده بعمل فيه ايه؟ بتطشه مره واحده في ميه. صح؟ ليه؟ عشان يعمل رابيد كولينج. هو عايز السيف هارد ولا مش هارد؟ عايز السيف طري كده تخبط بيه اللي قدامك يتني ولا عايزه جامد؟ يبقى لما برده بسرعه ولا برده بالراحه؟ انا عايز الشكل ده ولا عايز الشكل ده؟ اللي فوق. ليه اللي فوق؟ عشان الجرين حجمها هيصغر، فالجرين باوندرز تبقى كتيره، فالديسلوكيشنز تلاقي صعوبه ان انا اشتغل بيها، فيبقى السيت بتاعي سترونج. Additional grain refiners, presence of nucleating agent will produce metals with smaller grain size. الكلام ده ما فيش فيه حاجه. ايه تأثير بقى بتاع الجرين سايز؟ smaller the grain size it's a metal. It's better it's a physical or chemical properties. هيبقى قوي و hard و strong. خلصت ده؟ خلصت ده؟ خلينا على نقطة جديدة خالص مش هنعرف الكلام ده. method of shaping metals. عايز اشكل المعدن. عندي معدن عايز اشكله. معدن تعمل ازاي؟ باربع طرق. اول حاجه كاستنج. عارفين الكاستنج؟ ايه هو؟ ايه الكاستنج؟ صب معدن، صب قالب وصحيح فكره وشغل جواه. صب جواه. Involves melting metals and shaping it in mold. Mold يعني ايه؟ قالب. Mold بتتكتب باليو من غير اليو الاثنين صح. Made from investment material. سيبك من كلمة investment. الماده بتاعت القالب اسمها investment. معنى ايه؟ For a wax pattern. لا بلاينس. عايز اعمل واكس باترن هجيب الكراون. عايز اعمل كراون هعمل الاول واكس باترن ونصبه بالانفستمنت وكلام اللي بتبقى عارفينه ده. بعد ما احسن انفستمنت هاردنج الواكس هنسيح الواكس ونطلعه بره وبعد كده نحط الميتال. عارفين القصه دي ولا مش عارفينها؟ مش عارفها؟ ما خدتهاش خالص؟ مش صحيح الفيزيكال بروبرتيز. مش صحيح الفيزيكال بروبرتيز. اي ماده ده موضوع تاني. الشابتر ده اعتقد دكتور ناجي. دكتور ناجي. دكتور ناجي مش هحط الفيزيكال بروبرتيز. مش هحطوش الكاستنج صح؟ هو مبدئيا كده انا مش هحط لكم الفيزيكال بروبرتيز ومش هحط لكم الكاستنج. المحاضره موجوده طلعها.
كومنت انا هعمل ايه؟ هجيب شوية شمع واعمله على المقاس بتاعي. اقوم واخد الشمع ده احطه في قالب من مادة اسمها انفستمنت. واسخن القالب ده يحصل في الشمع. هيسيب مكانه ايه؟ هيسيب مكانه هواء ما علينا. هنجيب المعدن ونسيحه ونصبه. يحصل ايه في القالب؟ هياخد المعدن هياخد شكل القالب. استوي المعدن ينشف وكسر القالب يبقى عندك ايه؟ معدن ده اسمه كسر. خلاص؟ هنشغلكم قبل كده؟ الحاجات دي ملهاش غير حل واحد. ان انا اقول حاجه في المحاضره وفي الامتحان. ده مش هو ده في الكتاب هتفتكروه. المهم ده شرح البتاع ده. هسيح ميتال شيبنج ايت امول ويز ميد فروم انفستد ماتيريال فور اكس فاتر بلاك ابلاينس. يعني مثلا البتاع ده عايز اعمل الشكل ده فبعمل له مولد غالب هو نفس الشكل بنصب فيه افتر انفستد كارتنج ذا واكس سبيرت بحرق الواكس واطلعه بره ليفنج امولد تو ويتش امولد الميتال كان بيبوظ. بتسيح ده والميتال بسيحه بدخله جوه القالب. صارش مولدز ار ديسترويد افتر ميتال سوليفيكيشن بعد الميتال ما بينشف وتكسر المولد. دي طريقه الكاستنج. هنا بدي حراره فوق الميلتنج تمبريتشر ولا تحتيها؟ فوق ولا تحت؟ فوق. فوق. احفظ دي كويس عشان تخش في بعد كده. تاني حاجه باودر ميتالرجي. كلمه سنتر اللي تحفظها لي. كلمه سنتر تحفظها مش عشان هنا بس عشان حاجه بعد كده. اي باودر بجيبها واضغطها مع بعض تتحول لسوليد اسمه سنتر. اي باودر اجيبها واضغطها مع بعض تتحول لسوليد سنتر. مين جاب قرص اسبرين قبل كده وفركوا بايده بيتحول لايه؟ باودر. اسبرين ده بتصنع ازاي؟ بنشتري كده شكاره كبيره ويتحط جوه مكبس ويتكبس يديك القرص اللي انت شايفه. تمام؟ ده اسمه ايه؟ سنترينج. سنترينج ايه هو؟ دنسيفيكيشن. يعني دنسيفيكيشن هنخلي الماده دنس. دنسيفيكيشن اند اجلوميريشن. اجلوميريشن يعني ايه؟ تجميع ترسيب فوق بعض. بروسيس اوف فيزيكالي باكت بارتكلز. شويه بارتكلز بضغط عليها بفورس تو فورم ديزاير شيبس ات ريلاتيفلي هاي تمبريتشر. تمبريتشر بعمل ميلتنج ولا ما بعملش ميلتنج؟ لو عملت ميلتنج يبقى اسمه كاستنج. هنا بدرجة حرارة ايه؟ تحت الميلتنج بوينت. وزود ميلتنج ما بسيحش وتجي لك ام سي كيو. السنترنج بدرجة حرارة فوق ولا تحت؟ السنترنج تحت الميلتنج بوينت. انما الكاستنج فوق الميلتنج بوينت. طيب. الكلام بقى منطقي. الفولز اليمنيشن اوف انيشال بروزيز. ما البارتكلز لو هي بودرة في منهم فراغات هوا. هشيل البروزيز دي. تبتين دنسر بوردك. في بوردك يبقى دنس شوية عشان ترسم من العملية اسمها دنسيفيكيشن. اكيد هيحصل شريكج ولا مش هيحصل؟ ما انا شفت شوية بروزتي ما هيحصل شريكج ولا لا؟ هيحصل شريكج. The driving force is the surface area reduced reduction of to reduce surface energy. بجيب ال surface area المسلوحين ده بضغطهم ببعض من surface energy يخش يتفاعلوا مع بعض فيخليهم يتحموا مع بعض. فوقك من الحاجات دي كلها. المهم بس عرفت تعريف السنترنج ده مهم وان هو خاصيه من الخصائص بتاعتها من شيرون بوتيتر. بعمل بشيل فيها البروزكس يبقى موجود عندنا على شرينكج. وبرجع حراره امتى؟ حراره ايه؟ تحت الميلتنج بوينت. ده شكلها هو ده في الاول خالص شكل البارتكلز تحت ده تحت الالكترومايكروسكوب. بعد كده ابتدت تلحم في بعضها تلحم تلحم والبروزكس بتقل ايه؟ بقت شكلها كده. بارتكلز هي بتقرب بتقرب مفيش بروسس خالص. تالت طريقه نشكل بيها الكتروفورمد او الكتروبليت. الكلام اللي انتوا عارفينه من ايام ثانويه عامه ده تضغط الكهرباء عارفينه ولا مش عارفين؟ ميتا ده هو عامل المعلقه دي ولا البتاع اللي عايز اطليها بالسيلفر بحطها على الميدو كاسودو تتوصل وتشتغل. ميتا كان ريليتد انتو كونداكتنج سيرفيس يوتيلايزنج ذا بروسس اوف الكتروليسيس اللي هي مين؟ عكس الكروجن. كروجن كان ايه؟ تاكل ماده بتتاكل. انما ده الكترو بليت بحط عليه بليت بحط عليه طبقه من بره زي الكبر والالكترو بليت الدايس. رابع حاجه كولد ووركينج. يعني كلمه كولد ووركينج
شغل عبارك يعني شغل عبارك هتجيب الميتال وتدق عليه او تجيب الميتال وتشيله وتعمل واير اللي هي مين مالابيلتي ودكتيلتي كاست ميتال الميتال جاست ان انا بصبه بس كاست ستراكشر اسمه كده كاست كاست يعني جاي مصبوب جاهز خلاص كاست ميتال اور الوي از شيبت انتو شيتس احولها زي الشيت عن طريق ايه عمري ودي بقى اسمها ايه مالابيلتي بتتم بالام عمر فيها اتنين ام ومالابيلتي اولها ام ولكن بتعرفوا الكمبريسيف الكمبريسيف فيها ام يبقى انتو شيتس باي عمر فور وايرز باي دروينج دروينج يعني ايه سحب ودي اسمها ايه بكتيريا بكتيريا اولها دي ودروينج اولها دي ثرو ا لاي ات روم تمبرشر بتاعت اسمها لاي بجيب بتاعه واسحبه كده بشد الميتال ده لما يتشد ويعدي هنا يحصل له ايه يتحول لواير هننجي ستريسز فوق البروبورشنال ليميت او فوق دي ستريس ولا تحتيها تصح هننجي ستريسز فوق البروبورشنال ليميت ولا تحتيه فوق دي ستريس ولا تحتيه لو تحتيه يحصل ايه بلاستيك مرات مش هيحصل له حاجه ترجع زي الاول انما هنا بقى ستريسز مين اباف دي ستريس اوف ذا ماتيريال تو بي شيبد تو برودوس بلاستيك ديفورميشن هنا محتاج بلاستيك ديفورميشن محتاج اشكل الميتال مش عايز يرجع شكله زي ما هو زي ميتال اور الوي شود هاف هاي ماليابيلتي اند داكتيليتي فور ساتش كولد وركينج الكلام ده فيه مشكله محتاج ماليابيلتي وداكتيليتي يعني عشان اعرف اشكله ستريس ابلكيشن اوفر ميتالز الستريس اللي عملها الميتال هتديني ايه اكس ديفورميشن الديفورميشن عندي حاجتين يا الاستيك يا بلاستيك في مشكله الكلام ده قلناها في الميكانيكال بروبلمز التغيرات اللي بتحصل بقى ركز في الحته دي عشان تحفظها وتفهمها وتشخص اول حاجه هتكلم فيها شكل الميتال الميتال في الاول كان شكله عامل كده مش ده الجرين ستراكشر صح لما اشده او ادق عليه يبقى شكله عامل ازاي شكله عامل كده الشكل ده بنسميه حاجه اسمها فايبر ستراكشر فاكر في الهيستولوجي اللي خدت الفايبر ستيشو كنت بترسمه ازاي مش نفس الشكل ده نفس الشكل ده ولا لا ترسم خلايا كده فوق بعضها ده الفايبر ستراكشر يبقى شكل الجرين ده هنسميه كاست ستراكشر الشكل ده هنسميه فايبرس ستراكشر متفقين خلاص كده طيب يبقى الستراكشر بتاع المتر هيتحول من ايه لايه من كاست ستراكشر ليه فايبر ستراكشر طيب سترينث وهاردنس وبروبورشنال التلاته زين في بعض ما هم التلاته نفس القصه التلاته ميكانيكال بروبرتيز بنات لورا مش عايز راجل مش عايز راجل مش احنا متفقين سترينث وهاردنس مع بعض والبروبورشنال ليميت معاهم ما هو برضه ليه علاقه بالسترينث التلاته دول لازين في بعض الاثنين اللي عكسهم الدكتيلتي والكورجن ريزيستنس دول عكس دول دول يزيدوا دول يقلوا دول يزيدوا دول يقلوا تمام كده ما بيتقوش مع بعض بس كلهم علاقتهم ثابته يعني لو جيت قلت لك في مره الاسترينث زاد هتعرف تقول لي بقى الخصائص لو الاسترينث زاد يحصل ايه في الهاردنس بروبورشنال ليميت دكتيلتي كروجن ريزيستنس خلاص كده بس شاكين مع بعض السطر واحد مسكين بعض اخر اتنين ورا ممكن نبطل راجل تاني مره لو حصل مش عايز راجل انتوا الاثنين هيحصل ايه في الاستراكشر قلنا هيحصل ايه في الاستراكشر فايبر ستراكشر ايه في الموبايل طيب الاسترينث والهاردنس هيحصل فيهم ايه يحصل فيهم ايه ليه هيزيد برافو عليك مش انا عملت عليه ستريسز لما عملت ستريس وهو حصل له بلاستيك ديفورميشن ازاي حصل له بلاستيك ديفورميشن عطيني ان هو ايه شغل شويه ديسلوكيشنز اول ما صبيت الميتال كان عندي مثلا 100 ديسلوكيشن لما حولته للشكل الجديد بقى كام 50 يبقى استهلكت نصهم ولا لا يبقى الستريس هيحصل في ايه عشان اعمل اشغل الديسلوكيشن رقم 1 و50 مش محتاج فرصه اعلى من شغلت بين الديسلوكيشن رقم 1 يبقى الاسترينس حصل في ايه وبالتالي الهاردنس معاه يبقى البروبورشن ليميت هيزيد معاهم ولا لا طب دكتيلتي دكتيلتي يعني ايه قابليه الماده ان انا اعرف اشكلها هو انا هشكلها بسهوله يبقى الدكتيلتي يحصل فيها ايه
هتقل. يبقى الاكتيفيتي عرفت ليه بتقل؟ عشان هي عكس الهاردنس والستريس. طيب كورجن ريزيستنس مقاومته للصدى هيصدي بسرعه ولا بصعوبه؟ انت بتعمل ايه يا باشمهندس؟ بتعمل ايه يا حبيبي؟ وانا من امتى قلت حد صور في محاضرتي؟ اتفضل امسح الصوره. ريزيستنس تو كورجن. مش احنا متفقين ان في نوع من الكورجن اسمه ستريس سيل كورجن؟ فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ لو في اتومز اوف واتر ستريس يحصل كروجن. تمام كده؟ مش انا لما عملت فورس عاليه بقمتها جواه انترنال ستريسز. يعني ايه انترنال ستريسز؟ هات كيس بلاستيك وطبقه في ايدك هيحصل فيه ايه؟ جواه ستريسز. طب افتح ايدك هيحصل ايه؟ ريليزو في انترنال ستريس. نفس القصه، انا جبت المتر ودقيت عليه مش جواه انترنال ستريسز. الاستريس دي هتبقى تخليه عايز يحصل له كورجن ولا لا؟ يبقى كورجن ريزيستنس هيحصل فيها ايه؟ هتقل. طيب مودل اوف ريزيستنس هيتغير ولا لا؟ ليه لا؟ دي رقم واحد. رقم اثنين ايه؟ يرتبط بحضرتك الميكانيكال بروبرتيز. قالك المودل اوف ريزيستنس خاصيه لما ما بتغيرش تحت اي حاجه. تقدر تغير معالجة حرارية ولا معالجة ميكانيكية، ده يعتبر ميكانيكال تريت، ما يأثرش على الموديولز. ليه بقى؟ أول حاجة إن الموديولز بيقيس الاسترتش بتاع البولت، الأتومز والأتومز يشبكوا بعض البولت قد إيه؟ ده الموديولز. تمام؟ هو الفرق بينهم متلخبط؟ لا، البولت ماسكة البولت بنفس الكتاب. لو اديت فرصة أعلى منه بيقفل في الديسلوكيشن. إنما البولت ستريس بتاعه ما يتغيرش. يبقى الموديولز ستريس ثابت ولا ما يتغيرش؟ ثابت ما بيتغيرش. ده شكل الكاست ستراكشر، ده تحت الالكترو مايكروسكوب، شايف سوري اللايت مايكروسكوب، شايف شكل بتعمل ازاي. ده شكل الفايبرس ستراكشر، ده نفس ده كاست بولد الالوي، ده الالوي الواير فورم. يعني هنا صفيت شكل بولد، انما هنا قمت جاي البولد ده شده وعمله واير. شفت الفرق بين الاثنين؟ طيب انا قلت لك هنا في حاجه خطر جدا، الكورجن ريزيستنس ده حلو ولا وحش؟ ينفع تحط فوق الفيشن واير زي كده يحصل فيه ايه؟ صدمة. عشان تتكلم على الموضوع ده هنعمل حاجة اسمها انيلينج هيت تريتمنت. هيت تريتمنت انيلينج، ايه ده؟ ده المعالجة الحرارية performed by heat treatment using temperature. فوق الميلتنج بوينت ولا تحت الميلتنج بوينت؟ فوق ولا تحت؟ ايه؟ لو فوق هيحصل ايه؟ هيحصل كاستنج. خلاص ده انت كده سيحت على من الاول، تتكون الشكل ده من الاول. ده معناه لازم يبقى تحت الميلتنج تمبرتشر. بعملها ليه؟ اليمينيتس بروبرتيز اتيند باي كولد ووركينج. عايز ارجع تاني بقى، مش انا كان عندي الشكل بتاعي كاست ستراكشر علاقته فايبر ستراكشر وغيرت الخصائص بتاعته، عايز ارجع بقى بالطريق العكس بتاعي. ده اسمه ايه؟ هيت تريتمنت انيلينج. بيتم بثلاث مراحل. ريكفر، ريكريستاليزيشن، جريت جروث. هنمسكهم بالتفصيل دلوقتي. اللي عايز يصور كده ده يصور. نقفل الموبايلات بعد اذنكم. نقفل الموبايلات بعد اذنكم. لو في موبايل رجل تاني هنزل المحاضرة.
صباح الجدول ده انا مش عايزك تحفظه، عايزك تفهمه. لو فهمته
قليله يعني نفس درجه الحراره ثابته بس التايم بتاعها قليل فكميه الحراره اللي خدها اخبارها ايه قليله هتعمل ايه الحراره القليله دي هتغير في ايه هتشيل الانترنال ستريسز لما اشيل الانترنال ستريسز يحصل ايه في الكورجن ريزيستنس تزيد بس خلاص نخش على الخطوه اللي بعديها اديت الحراره لوقت اطول خد حراره بكميه كتيره الاتومز اللي قاعده تسخن دي هتبتدي تتحرك من جواها هتبتدي تعمل لك جرينز جديده الشكل هنا كان فايبر ستراكشر الشكل هنا هيفضل فايبر ستراكشر ولا هيتغير فايبر زي ما هو طب هنا يحصل ايه يبتدي جرينز جديده تتكون حجمها صغير وعددها كتير قوي 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 سميناها ايه اكوي اكزيت فاين جرينز اكوي يعني ايه من ايكوال متساويه الاكسيد الاكسيد بتاعها اتومز متساويه الاكسيد بتاعتها مش شكلها كبير شكلها صغير ورفع كده مدوره كانها شويه بلي حضرتك حطيتهم يبقى هنا هحصل لك شكل جرينز كونت جرينز جديده عددها كتير وحجمها صغير طيب التنسيل هيحصل فيه بقى السترينس هيحصل فيه والهاردنس العكس هو انا قلت لك في اكس هنا واكس هنا يطلع معايا السترينس انا حصل فيه ايه زائد انا خدت السبت اللي حصل فيه ايه طب الدكتيفيتي هنا قلت خدت السبت هنا رجعت زي التاني هنا يعتبر رجعت مين نفس الكاست ستراكشر بتاعي اللي قبل كده اللي هو قبل ما نعمل كولد ووركينج يبقى انا لو وصلت المرحلة دي يبقى كاني لغيت الكولد ووركينج اللي انا عملته ولا لا زودت سترينس وهاردنس ولا قالوا قالوا طب الدكتيفيتي زي طب الكورجن ريزيستنس خلاص ما احنا شلنا الانترنال ستريسز كل الكورجن ريزيستنس بعد كده هتبقى هاي مش فيها مشكله طيب هنا في انترنال ستريسز لا لا خالص اديت الميتالز فتره بتكون نفسه طب ثالث مرحله بقى حصل ايه اديت جرين جروس هيحصل ايه في الجرينز دي حجمها هيكبر بزياده اكبر خالص خالص هيجي جرينز حجمها كبير لما حجم الجرين كبير يزيد يحصل في الاسترينس هيقل برضه بنسبه صغيره والدكتيفيتي برضه هتزيد بنسبه صغيره والجنسيسس في النهايه هاي وما فيش فيها انترنال ستريسز الجدول سهل ولا صعب؟ عرفته منين؟ من بتاع مربع غلطين واتنين يساوي تمام كده؟ سؤال بقى هساله لك انا جيت عملت للبيشنت بتاعي مثلا تركيبه في التركيبه دي كان في واير الواير ده انا جيت شكلته عملت جواه كل ووركينج احطه جوه البيشنت كده ليه؟ في انترنال ستريس هتعمل كروجن طب اعمل انهي مرحله دي ولا دي ولا دي؟ لازم غصبا عنك ريكفري مفيش ابلكيشن تتحط في بق البيشنت مفيش ابلاينس تتحط في بق البيشنت مفيش ريستوريشن تتحط في بق البيشنت جواه انترنال ستريس لازم عليه يحصل لها ريكفري متفقين على كده give reason ليه to relieve internal stresses اللي هتعمل كروجة كل الحاجتين هتشيل internal stresses اللي هتعمل كروجة طيب محتاج اعمل دي او دي على حسب بقى لو انا عايزه يبقى في البوك flexible وductile هعمل ايه اوصل لهنا لو عايزه hard اكتفي بدي بس تمام كده يبقى عندي كم مرحلة في الانيلي ثلاثة ثلاثة دول هنا كان كورد ووركينج عملت كورد ووركينج حصل ايه في الاسترينس زاد وبعد كده في الريكفري ثابت الكريستاليزيشن اتعكس جرين جروس قل سنه صغيره والدكتيفيتي قل ثابته زادت زادت سنه صغيره ده الشكل بتاع اللي هنتكلم فيه ده في الكورد ووركينج شكل شكل فايبرس هو في الريكفري نفس الشكل الكريستاليزيشن شكل شكلها حجمها صغير ازاي دي كلمة اليوني اكزيت يعني تساوي الاضلاع ده شكل الجرين لما كبر ده الشكل بتاعي الصحيح والغلط والكلام ده كله بص الشكل ده ده ايه ده الكاست ستراكشر انما ده الفايبر الشكل بتاعنا عامل ازاي انما ده الكاست ستراكشر ده في النص ده وانا بعمل ريكريستاليزيشن اديت حراره في النص وصورت
شويه منه لسه فايبرز وشويه منه ابتدى يحصل له ايه ريكريستاليزيشن. ده الكور ورك شكل فايبرز ده لما عملت له ريكريستاليزيشن خدوا شكلها ظبطه خالص. هنا الجرين بروس شكل الجرين كبير ازاي. كده خلصنا الجزء الاولاني من المحاضره. هنتكلم بعد كده على الجزء الثاني اللي هو الالويز والدبت وبريك 5 دقايق في الصف. مش انا بس انا صورتها من بدري وخلاص. في واحد غبي بقى رفع التليفون لقطه. ما شاء الله كل حاجه رجاله. بس ايه صور الشرحنه شفت بعد امبارح انت شفت ولا ايه انت و اسلام حصلت على كل واحد. ايوه تدخلت اسلام حمدي دخل عندي انت داخل تزودها بزياده. انا عندي صوره كانت واخده 50 لايك عدت ال 200 دلوقتي والله ما عدى ال 200. الصوره دي بحالها كله شافها. انا شفت ايه عندك صح محمود سعيد بس انت لا صورك عاديه الواد سعيد. ايوه هو سعيد. ايوه ريز المصري. لا انت عارف انا عاوز اجيب له صوره بجد سعيد عنده على حساب الاسك بتاعه من احسن ساعات ما عمله 2013 تقريبا. ماشي حاطط الصوره بتاعته على حساب الاسك وعنده لينك للبلوجر عارف البلوجر ابنه كان عنده مدونه يعني حاطط عليها الصوره نص ساعه وهو عايز صغير قد كده وهو في ابتدائي. استنى استنى ادخل على الاسك ده انا خرب. استنى استنى افتحها دلوقتي. عارف حسابه؟ اهو اول واحد عنده هات اللي هو اباوت فاهم. سامي مش على دي يعني. طب استنى خدها سكرين دي على الدانة الطبيب كلمه تعرف المحاضرة مين؟ ايوه هو افتحه ايه بلوكس سبوت اللي هو يعني بقى عنده زي مدونة ايه احسن فيدلس دي عنيتني يعني مدونة مدونة. بسم الله الرحمن الرحيم وعرفت بنفسي انا مخلوق هي دي. انت وصلت الحاجات دي ازاي؟ حمل الصورة دي يا لهوي. بيتفرج على المصارعة ومش عارف ايه ايه فرق الكلام ايه مش عارف ايه. لا وشير ايه يا عم ما في سكرين يا عم. ممكن ما افتكرش اصلا ممكن تقول لك جبتها من ايه فين فين اجيب منين تاني. لا هو الصوره دي بس ما فتحهاش من ساعتها. بقى عمري 13 عام جنسيه المصري وكيف كويس الدنيا في الجهراء ان شاء الله زيكم اللي هنا في الاول في كل اي مساره اي حاجه. استنى بقى صاحبي استنى بقى اخدت تذكرينا بالكده. ايه انا كنت جبت الصوره دي. روح على الرايله دلوقتي او الرايله من غير الكلام انت فاهم ليش تعصب حاجه. شوفوا هيقول لي صح. Thank you.
حسين انت هتحضر المحاضرة في الأوراق؟ يبقى ده اسمه فيز.
يبقى تعرف الميسيبيليتي على حسب هيدوب ولا لا. لو دموا مع بعض هنسميها هما كده كده في الليكويد كله بيدوب. يعني هات اتنين عنصرين دورهم مع بعض سيحهم مع بعض في حاله الليكويد هيدوب. يهمني في حاله السوليد انا بتعامل مع اللوي وهي سوليد ولا وهي ليكويد؟ وهي سوليد ولا وهي ليكويد؟ سوليد. يبقى في حاله الليكويد كله هيدوب ودي مش فارقه. اللي هتكلم فيها في حاله السوليد when two metals are mixed and then melted جبت اتنين وسيحهم مع بعض the usual form a solution مش مشكلة. وهم ليكويد دايبين مع بعض مش مهم. التعريف السوليوشن ايه هو؟ perfectly homogeneous mixture mixture homogeneous مع بعض ما بتقدرش تفرق ده عنها. في المولتن ستيت قلنا كلهم بيعملوا ايه؟ كلهم دايبين مع بعض بيعملوا ايه؟ يبقى في المولتن ستيت كلهم هيعملوا ايه؟ solution. تعالى نيجي بقى في الكولينج لما يبقوا سوليد بقى هنا اللي هتفرق بينهم والبوليس. لو دايبين في حاله السوليد يبقى هناخد لهم تشبيه كده هنسميه سوليد سوليوشن. هي كلمه سوليوشن يعني ايه؟ دايبين في بعض. سوليد سوليوشن يعني ايه؟ دايبين مع بعض في اي حاله؟ في السوليد. يبقى ده اسمه ايه؟ سوليد سوليوشن الوي. يبقى سوليد سوليوشن ايه هو؟ الوي اخبارها ايه؟ دايبين في بعض فين؟ في الليكويد وفي السوليد. صح كده؟ طيب حاجه بقى انترميديت فيز فورميشن هيعملوا حاجه في النص هيديك حاجه في حاجه اسمها ايوتكتيك وحاجه اسمها بريتكتيك حاجه اسمها فيلنس او انترميديت كومباوندز او كومباينيشن. هبتدي اشرح بالتفصيل. هنتكلم الاول على سوليد سوليوشن اللون كونستيتوينت ميتالز ار سوليبل ايتش اذرز فين؟ في السوليد ستيت وفي الليكويد ستيت. بيقول لك هنا الـ proportions يعني حسب النسب اللي بنحطها ما تركزش قوي في الـ proportions. This is the simplest type of alloy. أسهل الألوي ما فيش فيها حاجة ممكن تحطهم مع بعض تحطهم مع بعض الدنيا زي الفل ما فيش فيها مشكلة. Simplest type of alloy which is the atoms of many metals intermingled randomly in common space status. الاثنين بيدوبوا مع بعض في أي حتة شكل space status اللي انتوا خدتوه simple cube انت فاكرينه هتزرب من هنا حط واحدة مكان هنا زي مثلا الجولد والكوبر. أسهل solid solution system عندنا الجولد والكوبر. هات واحدة جولد هنا حط مكانها كوبر هات جي مكان جي بدل في مكان الدنيا عادي بتوسع ايه؟ راندم في اي مكان زي ما انتوا قاعدين كده ولاد وبنات. انا معاكم بالترتيب ولا معاكم راندم ليه؟ انا شوية بنات هنا ولاد هنا بنات هنا ولاد هنا انا معاكم ولا ده التوزيع عندك؟ لا ده solid solution system سهل وبسيط. انا جبت اخدتكم كلكم تخشوا المدرج اللي يقعد في اي حتة يقعد سيمبل ولا مش سيمبل؟ توزيع في اخبارها ايه؟ راندم. طيب تحت الميكروسكوب زير جرينز للسيمبل زوز اوف بيور ميتالز الاثنين دايبين في بعض مش الميه اللي دايب فيها سكر شبه الميه تعرف تفرقهم؟ لا الاثنين شبه بعض بمعنى اخر زير ستراكشرز انتاير هوموجينس. احلى حاجه في السوليد سوليوشن هو هوموجينس ما بيسطليش جميل جدا. Most useful gold alloys used in dentistry are of the solid solution types. أغلب الخصائص اللي بنستعملها أغلب الألويز اللي عندنا في طب الأسنان إن لم يكن 99% منها هي solid solutions. ليه؟ عشان هي homogeneous. homogeneous يبقى مش هتصدي يبقى تبقى معايا حلوة جدا. Intermediate risk formation على الناحية التانية. Constituent metals are not soluble in each other في حالة مين؟ solid. طب في حالة الليكويد حتى ليكو عاملين ايه؟ دايمين زي الار بارش يصولون دايمين نص نص حتة ان اتنين اتم ما بيدوبوش خالص مع بعض دي مش موجودة. هما ليه اللي بيحصل؟ دايمين شوية ونتبو شوية مش دايمين. بيجيب تلات حاجة احتمالات. حاجة اسمها يوتكتك اللي جاء نشرحها بالتفصيل. بريتكتك دي حاجة شكل يوتكتك فكك منها فيلانس انتر بتلات كومباوندز الحاجة التانية وي كومباينيشن. The greatest number of alloys which are used in dentistry in dental solution are solid solution. دي حتى اقراها كده زي ما قلت عندك في الكتاب بيقول لك solution of sugar and water زي الملتد solution بتاع السيلفر في الباريجا الاثنين homogeneous system in which molecules of solute diffuse through the inter and the terminal source of the solid. تعرف السوليد؟ تعرف السوليد؟
سوليوت المزداد سولفنت المزيم ميه السولفنت السكر سوليوت فيها مشكله. طيب حطيت جولد وكبر حطيت سيلفر وباليتيوم مين السولفنت ومين السوليوت؟ اثنين كلهم في نفس الوقت مع بعض في نفس الوقت. انت الميه عارف ان الميه حجمها اكتر من السكر فكل ميه اللي بتدور الميه اللي كنت عين بتدور من حد بين السولز اختار مين؟ هنا اختار الجد لتعريف هنا ده كمالتي الكلام سوبر ووتر سوليوشن اتش كومبوننت بالبكسلز بريتلي هات لي اثنين وجمدهم مع بعض. المهم خلينا في البلجيوم سيلفر اللي بتكلم فيه بلجيوم سيلفر مولتن سوليوشن الويز كريستالايز ان ساتش امانا ذات سيلفر اتومز ار سكاتر راندوملي throughout the space letters of the valetium, replacing the valetium atoms in the manner analogous to the molecular arrangement of the solute in the liquid solution. Erratically data. مين السولفنت ومين السوليوت؟ هعرف لك ده الأول بعد كده تلاقي الكلام ده واضح. السوليوت أو السولفنت. السولفنت مين؟ The matter whose space letters persists. يبقى السوليوت اللي نفسك حطيت اثنين اتوم واحد سمبل كيوبيك والثاني هيكساجونال ابص على اليو لقيتها هيكساجونال يبقى مين السولفنت؟ هيكساجونال هو اللي حافظ على مكانه. هو انت لما دوبت الميه في السكر السوري لو دوبت السكر في الميه بقى يكون البوزيشن بتاع سوليد ولا ليكويد؟ يبقى مين اللي حافظ على شكله؟ يبقى الميه هي السولفنت ولا لا؟ يبقى عندي هنا السولفنت مين اللي هيحافظ على السبيس داتاس بتاعه؟ تمام؟ واحد في السمبل في السنتر كيوبيك والثاني بار سنتر كيوبيك. الالوي لقيتها في السنتر كيوبيك يعني السولفنت في السنتر كيوبيك اللي حافظ على الشكل بتاعه والثاني هيبقى السولفنت. طب لو الاثنين نفس الشكل الجولد والكبر مثلا الاثنين في السنتر كيوبيك يبقى مين السولفنت ومين السوليوت؟ اللي نسبته اعلى. Solvent is defined as the metal whose atoms occupy more than half of the total number of positions. اللي خد أكتر من 50% يبقى هو مين؟ Solvent. بس. يبقى عرفت Solvent والسوليوت يبقى مين اللي حافظ على شكله؟ Solvent. ارجع بقى بقى كده تاني بقى. Barium silver molten solutions crystallize in such a manner. بيحصلوا crystallization ازاي؟ السيلفر هيبقى scattered randomly. خلي بالك من كلمة randomly. throughout the space letters of the barium. يبقى مين السولفنت؟ فين الحافظ على مكان؟ باليديوم محافظ على مكانه وجبنا السولفنت حصل في السوليد اللي هو السيلفر حصل في ايه؟ اوكيوباي احتل راندملي عشوائيا سم سبيسز خد شويه اماكن يبقى حصل ايه في السيلفر؟ سكاتر راندملي throughout the space letters بتاع مين؟ عمل ريبليسنج لشويه باليديوم اتومز شبه توزيع المولكيولر بتاع السوليد في الليكويد سوليوشنز. يبقى عرفت مين السولفنت عرفت مين السوليوت توزيع بيتم ازاي؟ راندم. ركز على كلمه راندم عشان لو مش راندم يبقى نوع تاني من اللويز. ده تعريف السوليوت. تعريف السوليوت مهم جدا. انواع السوليوت سوليوشنز بقى حاجه اسمها سبستيشن سوليوشن حاجه اسمها انترستيشن سوليد سوليوشن. سبستيشنال يعني ما تلعبوش بلاي ستيشن تبديل بس تبديل تروح حاجه مكان حاجه. سبستيشن يعني ايه؟ تبديل. عندي دلوقتي فريق كوره الاهلي بيلعب الزمالك عايزين نطلع مهاجم من الاهلي نحطه ايه؟ لا كده غلط. هنطلع مهاجم من الاهلي احط مين؟ مهاجم يبقى نفس المركز من الاهلي نفس الفريق من نفس الفئه العمريه ما ينفعش اجيب لاعب ناشئ لاعب فريق كبار ولا العكس. خلاص يبقى عشان تعمل سبستيتيوشن عندك شويه شروط مهمه لازم تحفظها لي. يبقى سبستيتيوشن الاستبدال بيتم كده ده سبستيتيوشن شفت اتوم من هنا وحطيت مكانها واحده المفروض كان كل ده ابيض شفت واحده من كده وحطيت واحده صفرا ده اسمه سبستيتيوشن استبدال. Occurs when solute atoms completely displaced and replaced some of the solvent atoms. حبة من السوليوت هتيجي تحتل مكان حبة من السولفنت. تخش في مكانها وتقعد في مكان اللي هي بتاعها. Atoms of the solute occupy the space status positions
that normally are occupied by solvent atoms in new metal. ده الجملة الثانية نفس شرط الجملة الأولانية. واحدة من السوليد تيجي تاخد مكانها. شلت أتوم من هنا حطيت مكانها واحدة. شلت لعيب مدافع حطيت مكانه لعيب مدافع. يبقى سوليد. Substitution solid solutions لازم يبقى ليه شروط. هتلاقي مكتوب معايا نفس الكتاب ثلاثة رقم اثنين اسمها لي اثنين. أربع شروط احفظهم لي زي اسمك. إيه هما؟ الأتوم ديفرنس سايز 15% ما يزيدش عن كده. أتوم ديفر باي يزيد 15% سايز أقل من 15%. اللعيب ما ينفعش يلعب في فرقة تانية، فريق تحت 17 ما ينفعش يلعب في فريق تحت 19. لا الاثنين نفس الفرق. اه طبعا ما فيش اثنين نفس السايز بالظبط، مع الاتوم لو نفس السايز يبقى نفس الميتال، ما ينفعش لازم يبقى في الديفرنس. اهم حاجه في الديفرنس لازم يبقى اقل من كام؟ 15%. عندهم نفس الكريستالاتس ولا مختلف؟ لازم نفس المركز. سيم فيلنس نفس التكافؤ، ده وحاجي يبقى ده وحاجي، ده ثنائي يبقى ده ثنائي، نفس الفيلنس. ما ينفعش اجيب لاعب مهاجم العبه مدافع، ما ينفعش. ما يحصلش بينهم كيميكال افينيتي، الاثنين لما فعلهم مع بعض ما يتفاعلوش. لو حصل بينهم كيميكال افينيتي هتيجي مركب اسمه انتر ميتاليك كومباوندز هنشرحه في الاخر. يبقى عندي كام شرط؟ اربعه. ايه هما؟ السايز ديفرنس اقل 15%، سيم لاتس، سيم فيلنس، مفيش كيميكال افينيتي. وجيب ريزون ليه؟ عشان ما يحصلش انتر ميتاليك كومباوند. الأربع شروط دول احفظهم لي زي اسمك. تمام؟ ده عناصر بتاع الجولد والكبر والسيفر والبلاتنم والريجن. ده الالوي بتاع الجولد والريجن ده بيكون فيها كومبوننت زي كله زي ما انت شايف. ايه؟ بس انت بتجيب طب الفرق بينهم قد ايه؟ 11.5 1.4 3.8 4. مش دول يعملوا سوليد سوليوشن ولا ما يعملوش؟ بيعملوا سوليد سوليوشن. التكافؤ بتاعهم ده حاجه او ثلاثي ده حاجه او ثنائي او حاجه او ثنائي. استعمل ده مع ده وده مع ده. تاني نوع من السوليد سوليوشن انترستيشيال سوليد سوليوشن. الفرق في الاتومز كان اكتر من 15%. زي الستانلس ستيل، عارف الستانلس ستيل ده بيتكون ايه؟ ايرون، حديد عادي، جوه شويه ذرات كربون. السكينه اللي في البيت ستانلس ستيل صح؟ بتصدي؟ طب البوابه بتاعت العماره مش حديد صح؟ بيصدي؟ ايه اللي خلى ده ما يصديش؟ ذرات الكربون الخفيفه. الباب بتاع العماره بيقطع؟ لا، الهاردنس بتاع السكينه تحفه بتقطع لك جدا. ايه الفرق اللي غير الحاجات دي كلها؟ ذرات الكربون الخفيفه. يبقى الانترستيشن حصل ايه؟ بتذره كبيره، الذري بتاع الحديد كام؟ 56، رقم كبير. طب والكربون؟ 6، حاجه صغيره خالص. ذرات الايرون الكبيره تحشر جواها ذرات كربون صغيره. بتغلوا في ايه ورا؟ بتغلوا في انتوا كلكم في ايه؟ نعم؟ لا مش هنسالك فيها طبعا. عندي الحديد حجمه كبير والكربون صغير، شايف ده؟ ده اسمه ايه؟ انترستيشيال. دخل في الانترستيشيال سبيس اللي موجوده، المسافات البينيه اللي موجوده بين الاتومز. يبقى انترستيشيال سوليد سوليوشنز فورمد وير فيري سمول اتومز اوف سوليود كان اكوموديتد في السبيس اللي موجوده بين مين؟ اللارج اتومز بتاعت مين؟ سولفنت. انا انت حددت السولفنت والسوليد بمنتهى السهوله عشان واحد حجمه كبير والتاني حجمه صغير. زي السوليد سوليوشنز ار ليميتد تو ذا ريلاتيفلي سمول كونسنتريشن اوف سوليد. طبعا السوليد بيحطوا بنسبه قليله عشان حجمه صغير. انترستيشن سوليد سوليوشنز اوف كاربون اير از امبورتنت عشان ده اللي بيكون لي الستانلس ستيل بتاعي. بيغير خصائص ذرات الكربون القليله دي، غير خصائص كتيره جدا في الحديد. كده خلصنا الكلام على السوليد سوليوشنز. نقول تاني ولا ايه في السوليد سوليوشنز؟ قلنا ان هما ايه؟ دايمين فين؟ في الليكويد وفي السوليد هوموجينوس. توزيع الذرات بيكون ازاي؟ راندم. مين اللي بيبريس السوليد؟ يبتدي شويه اماكن في السوليد.
ونعمل السولمنت بين السوليد والسوليد. السولمنت اللي هيحافظ على الاستاتس بتاعه او نسبته اكتر من 50%. ونحمل له نوعين هما سبستيتيوشنال وانترستيشنال. سبستيتيوشنال قلنا ايه هو؟ واحده هتريبليس واحده ثانيه تكون تشينجو اوب هي مكانها. وقلنا ليه اربع خصائص هما سايز على 12% نفس الكريستالاتس نفس الكيميكال بيلانس وما بيدفعوش مع بعض عشان لو دفعوا جيب ريزون يحصل ايه؟ انت بيتقلب كومباوند. وقلنا الانترستيشن اللي هو واحده كبيره اللي هي السولفنت واحده صغنطوطه خالص اللي هي السوليوم هتخش تحصل مكانها في النص. هنتكلم على اليوتيلتي الويز. اليوتيلتي الوي ده معنا مشكلة طول المحاضرة حقيقة كنت أشرحها وانت عليك الكتاب بس وعليك المحاضرة تاني يجبني كان لوي جبان اللويز الثين ميتلز دايبين في بعض في الكتب ولا مش دايبين؟ دايبين. افتح اليوتيوب خلاص خليك معايا يا اللي يتكلم دايبين في بعض ولا مش دايبين في الليكويد؟ ها؟ دايبين في الليكويد. طب في الصوليد؟ لا بارشل سوبر او مش سوليبل خالص. يتكلم ميكشر وكيرو وينزا ميتلز ار ميسبل انزا ليكويد ستيت بار سيبرت مين سوليد ستيت هما سيبرت. ذا تو ميتلز ويكير ستيت هاز فيري فاين لايرز اوف وان ميتال اوفر انذر كل واحد في حته لوحده. اليوتكتك هيتروجينس اليوتكتك وحش ما بنستعملوش غير استعمال واحد في السولدرز. الجدول ده اللي عندك في الكتاب شايفه تحفظه زي اسمك. ده في خصائص السوليد سوليوشنز اللي حضرتك ما شرحناهاش في الكتاب متلخصه هنا. قول لي انت بقى السوليد سوليوشنز سوليبل فين؟ في الليكويد والسوليد. انما ده سوليبل فين؟ في الليكويد او في السوليد؟ نوت سوليد. ده عندها ميلتنج رينج الالوي سوليد سوليوشن الالوي ولا بتسيح من درجه حراره كذا لدرجه حراره كذا. الميتالز كان عنده ميلتنج ايه بوينت ولا رينج؟ بوينت. سوليد سوليوشن رينج. طب اليوتكتك عندها ميلتنج بوينت. اقول لك بقى على معلومه كده عندي اثنين الويز واحده بتدوب عند 500 وواحده بتدوب عند 400 اليوتكتك بيدوب عند كام؟ 300 واحدة 500 واحدة 400 اللي تكتك عند كام؟ 300 اقل من الاثنين. كلمة يوتكتك كلمة جريك كلمة يوناني معناها lowest point. اليوتكتك point اليوتكتك الوي بتدوب عند درجة حرارة اقل من البرنت الوي. هاف ميلتنج بوينت لوور ذان ميلتنج بوينت اوف ديرنت الوي بتدوب عند درجه حراره اقل من الاثنين. واحده بتدوب عند 500 والثانيه 400 الثانيه بتدوب عند 300 اللي تكتب الكومبوزيشن بتاعتهم الالوي بتاعتهم بتدوب اقل من الاثنين. ازاي؟ تعالى اشرح لك بعد المحاضره وتفضي لي نفسك ساعه الا ربع اشرح لك ازاي. خلاص؟ مالكش دعوه بقى ازاي دلوقتي مش عايز اعرف ازاي يا ريت ما اعرفش. طيب يبقى جه عندها ميلتنج ايه؟ وجه عندها ميلتنج والميلتنج بوينت كانت تبقى ايه؟ اقل من الاثنين. هوموجينس ولا هيتروجينس؟ ده هوموجينس الثاني وبناء عليه مين اللي هيقاوم الطرش الهيتروجين؟ سوليد سوليوشن هيبقى طرش بروسيس. انما ده؟ لا ده طبيعي بما ان برودكتايل عشان الاثنين دايمين في بعض يقدروا يتحركوا بسهوله. انما ده هارد اوبريتد. لا ده اللوي او ما عندهاش الماليابيلتي والدكتيلتي. استعمالاته ايه؟ اغلب الدنتال جولد الويز واغلب الالويز بتاعتها في طب الاسنان دي ده في السولدر الوي بس. السولدر يعني ايه؟ لحام معايا الدنتال. عرفت ليه بنستعمله في اللحام؟ عشان الملتي بوينت بتاعته اقل. عامل سبيكتين حاجتين عايز الحمهم في بعض. واحد سبيكه الف بتسيح عند 500 والتاني من سبيكة ب بتسيح عند 400. الحم الاثنين ببعض سبيكة الف ولا سبيكة ب؟ لا جي ولا جي مش هينفع. ليه مش هينفعوا؟
عشان في اي حد تنوح لحد بالهتساوي مع يسيح. يبقى استعمل مين؟ الديكتت. ليه؟ بتسيح عن درجة حرارة اقل. وده الاستعمال الوحيد عندنا في طب الاسنان السولدري. السولدري بتاع الديكتت هلوه بستعملها كسولدري مش بستعملها كحاجة تانية. بس استعمالها الوحيد هو سولدر جوينت. مش اكتر من كده. مش لما حضرتك تلحم حاجة وتيجي تبنيها مش بتتكسر عند اللحم. ليه؟ عشان هي بريكل مش مالية جلودة القيمة. خصائص زي جدول ده الحصولي زي اسا في الجدول ده ملخص لك حاجات كتير في الكتاب. هنتكلم على المنطر من تالك كمبارا. ايه المنطر من تالك كمبارا؟ بتقلب الكتاب بتلغي فيه وبتضحك عليه. فرحان. انت بتلغي كمباوند دي هما ميتالز طبعا عاملين سوليد وهما في حد ليكويد دايبين في بعض. لما يحصل لهم سوليديفيكيشن بيعملوا ايه؟ بيبقى عندهم كيميكال افينيتي مع بعض. تندنسي تو يونايت اند فورم ديفينيت كومباوند باي سوليديفيكيشن. يعملوا مركب جديد يتم يتفاعلوا مع بعض. الفرق بينهم بالسولو سوليوشن، انا قلت لك السولو سوليوشن بيباي بوزيشنز اخبارها ايه؟ راندملي. شفت فين كلمه راندم كده ركز فيها؟ لو اخذوا قعدوا في مكان مخصوص ان سبيسيفيك بوزيشنز يعني هتعمل مركب مختلف يبقى اسمها انترميتاليك كومباوند. ميتال وكيميكال افينتي فور ايتش اذرز كان فور انترميتاليك كومباوند. بعد السولو سوليوشنز there should be no chemical affinity. عشان تعمل solid solution عندي chemical affinity صح؟ لا. في solid solution مفيش. لو في chemical affinity يديني مين؟ انت بتلاقي compound. solid atom to y mean؟ في y ايه؟ definite. يعني definite؟ مكان محدد مش مكان بيتغير. انما في حالة solid solution كان مكان ايه؟ random. الفرق الدوري ده ايه؟ المكان ده انت الاتوميك لازم يبقى different positions in the space status of the solvent atoms. إنما في solid solution يباي إيه؟ random. في الانترميتاليك يباي إيه؟ different. إنما ده random positions. خصائصها إيه؟ طبعاً بتبقى very hard and brittle. الخصائص بتاعتهم في الغالب not resemble metals in forming it. ده مركب كيميائي كتير. جبت ده. ده عن الترسل التفاصيل الترمين ده إن شاء الله في الأمالجم. مركب لا ليه علاقه بالسيلفر ولا ليه علاقه بالميركري. خصائص مختلفه عن ده وعن ده. ده انت بتتكلم عن بعض بيتكون في الدنتا لامالجا. خصائص مختلفه عن السيلفر وخصائص مختلفه عن الميركري. يبقى خصائص اللي انت بتتكلم عن بعض ده هو فيري هارد بريتل. ثاني حاجه خصائص مختلفه عن الفيرا اللويس وكي باي بوزيشنز اخبارها ايه؟ ديفينيت بوزيشنز. خلصنا كده خلاص. اخر حاجتين هنقولهم. اول حاجه حاجه اسمها فيس دياجرام. الشكل ده اسمه فيس دياجرام. الفيس دياجرام ده الفيس دياجرام ده لما جينا عملنا الالوي الالوي انا ممكن اعملها مثلا عنصر الف وعنصر ب احط عنصر ألف وعنصر ب هحط عنصر ألف مثلا بنسبة 90% وعنصر ب بنسبة 10%. يبقى اسمها ألوي مش ألوي. طب حط 80 و20 70 و30 40 و60 50 و50 واعكس 60 و40 و70 و30 وين؟ كل الكلام ده عملناه في كيرف واحد. عملت لك عنصر ألف هنا اهو وعنصر ب هنا كانت نسبة الألف 100% ألف وانا 100% ب وانا الديفرنت كومبوزيشنز بتاعته ورسمت الكيرف بتاعي علشان اعرف خصائص الالويز. انا مش عايزك تعرف الفيس دياجرام ولا نستفيد منه ايه ولا بنقراه ازاي. عايزك تعرف الفيس دياجرام ده بتاع مين؟ بتاع السوليد سوليوشنز. دي هامنتنج رينج زي ما انت شايف. ده الكومبوزيشن وده التمبريتشر. ده الفيس دياجرام بتاع اليوتيك. ده عنصر الف بيسيح هنا عنصر ب بيسيح هنا. ده الديتكت كومبوزيشن بتاعه. بيسيح عن درجه حراره ايه؟ اقل. شايف ده كام؟ تقريبا 1000
750 ده تقريبا 2000 ده كام 1500 اللي تكتك يكتب عن درجه حراره اقل من الكليرنس اللوي هيجي لك الامتحان العملي يقول لك ايه الشكل ده فيزيوجراف بتاع مين وده فيزيوجراف بتاع مين اللوي مش عارف بقى اكتر من كده الفيزيوجراف شفت الصوره عندك لقيت الصورتين عندك الصورتين بس تعرف لي ايه ده اخر حاجه هنتكلم فيها حاجه اسمها كوري يعني ايه كلمه كور كور القلب بتاع الحاجه الحاجه اللي موجوده جوه خالص اسمها كور كلمه كوري يعني انا هعمل كومبوزيشن شبه ده يعني ايه كوري انا جبت عنصرين والاثنين دايرين في بعض جبت عنصرين والاثنين دايرين في بعض تجيبهم في الصوره يبقى ده ايه سولوشن هجيب عنصرين زي السيلفر اللي بيسيح عند 960 درجة وعنصر زي البليد اللي بيسيح عند 1555 درجة فرق بينهم كام؟ كبير تقريبا فرق 500 درجة في حالة الجولد والكبر واحد بيسيح عند 1063 والتاني 1083 الاتنين بيسيحوا عند رينج أخبار ايه؟ قليل قوي صعب ان نشوف الكوري انا عشان اشوف الكوري محتاج فرق تمبرتشر كبير ليه؟ يعني ايه كوري؟ انا عنصر بيسيح عند 1500 والتاني عند 1000 تمام؟ لما اجي سايح عند 2000 مين اللي سايح مين السوليد الاثنين ليكويدز انزل عند 1500 يبتدي يحصل ايه الفاليجن بيبتدي يترسب عند 1400 الوضع بقى عامل ازاي كل الباليجيوم سوليد والسيلفر كله ليكويد طب انزل لي عند 900 هيحصل ايه السيلفر هيبتدي يترسب السيلفر لما يبتدي يتجمد ولا يحصل له solidification هيلاقي اماكن هو حصل solidification ازاي اتومز نيوكليس النيوكليس ده بيكبر صح كده تمام النيوكليس اللي اتكونت كانت من مين باليديوم ولا السيلفر باليديوم وعملت كريستال صغيره صح عند 1000 وعند 1100 درجه الوضع كان عامل ازاي كل الباليديوم سوليد وكل السيلفر ليكويد صح كده يعني ايه شويه باليديوم كده وحواليهم شويه سيلفر السيلفر لما انزل عند 900 درجه هيلاقي مكان يترسب فيه جوه الجرين ولا بره ده الكوري يعني ايه الكوري سنتر من عنصر الباليديوم حواليه ليرز اخر لير بره كلها ايه سيل طب واللايرز في النص تركيزات مختلفه من ده وده تاني انا عند درجه حراره 500 البليجيوم هيبتدي يحصل فيه ايه هيترسب مش الدنيا فاضيه وواسعه احنا واحنا قاعدين دلوقتي كده انتوا جيتوا باتري 50 واحد جه باتري مش هيقعدوا في الاماكن اللي هم عايزينها مظبوط طيب جالنا بعد كده ناس هيقعدوا فين في الاماكن الفاضيه انتوا جيتوا في الاول انتوا البريجيا ميلتنج بوينت بتاعكم بتبتدوا تترسبوا دلوقتي لما يجي السيرفر يترسب هيلاقي مكان هيترسب فين في الاماكن الفاضيه يبقى السنتر بتاع النيوكليس هنا هيبقى السنتر مكون من ايه بريجيا طب واللي حواليه اخر ليه مره سيلفر لو اخر صف ورا ده هتلاقي كل جنب اخر طب هنا لا انتوا الاربعه قعدتوا وهنا في ثلاثه قعدوا كان في كرسيين في النص مش ممكن واحد يجي يقعد هنا طب هنا كان في كرسيين ممكن حد يقعد برضه وهنا كان في كرسي هنا في ثلاثه وهكذا تبتدي تلاقي الترتيب التركيز بيقل من 100% باليديوم وزيرو سيلفر يبتدي يقل بقى تبقى مثلا ايه 80 باليديوم و20 سيلفر هنا 60 باليد و20 سيلفر هنا 40 و60 وهكذا اخر ليه المره تبقى كلها ايه سيلفر الكلام ده اسمه ايه كوري حاجه عامله زي حلقات البصله كده كوري الكوري ده حلو ولا وحش وحش جدا ليه
انا عندي ديفرنس كومبوزيشنز هنا عنصر وهنا عنصر تاني. ديفرنس كومبوزيشن يعمل ديفرنس في الالكترون بوتنشال يعمل لي مين كوروجن. يبقى هو ممكن يكون سوليد سوليوشن حصل له كوروجن. لو حصل له كوري يبقى لازم اشيل الكوري ولا ما اشيلوش؟ اشيل. يبقى تعريف الكوري بروسيس اوف انكريمنتال. انكريمنتال يعني ايه؟ لير باي لير. انكريمنتال سوليديفيكيشن وذ تشينجينج كومبوزيشن. التركيز بيتغير لير مختلف عن لير اللي ورا عن كذا عن كذا. تاثيره ايه؟ طبعا هيزود ستريس وهاردنس. ليه هيزود ستريس وهاردنس؟ ليه؟ عشان علاقه الاسلوكيشن. انا ما قلتش الاسلوكيشن. لما اتنين من شكل ده الشكل ده باختلاف الاشكال الحاجات دي كلها هحتاج مجهود كبير عشان اعدي الاسلوكيشن. ما قلتش الاسلوكيشن. انا صعبت مهمه الاسلوكيشن. فاسترس وهاردنس اخبارهم ايه؟ زي الكونتاكتيفيتي والكونتاكتيفيتي هتقل. كلهم مربطين مع بعض يا باشا. زي ما قلنا في اول حاجه كلهم مربطين مع بعض. طيب ايه الفاكتور افكتنج كولي؟ اول حاجه قلناها الثانيه هنا جريت ديفرنس في الميلتنج بوينت. لما واحد يسيح عند 1000 والثاني عند 1500 مش فرق كبير؟ طب لو واحد يسيح عند 1000 كده في 1083 لا هيبتدوا قريبين من بعض. وانت بتبرد الاتومز هتبقى مساحتها كبيره. انا دخلتكم ال 50 هنا من الباب ده وبعديها بدقيقه دخلت ال 50 التانيين من هنا مش هتقدروا تتوزعوا تقريبا اقرب. طب لو دخلت دول وسبتهم وسبت دول شويه ال 50 ال 500 او ال 50 هيخشوا ايه؟ براحتهم يقعدوا في الاماكن اللي هم عايزينها. التانيين هيجوا بعديهم بفضل. يبقى اول حاجه الجريد ديفرنس ميلتنج بوينت هيديني كوري عالي. تاني حاجه رابد كولي. لو انا بردت بسرعه هيحصل ايه؟ عند ال 1063 و 1083. طب تفتكر كده انا هقولها العكس. لو انا بردت بالراحه يحصل ايه؟ انا درجه الحراره 1083 نزلت 1082 وسبتهم شويه 1080 وقعدت انزل كده مش انا درجات الحراره عاليه دي اديت فرصه ان الاتوم يحصل لها اتوميك ديفيوجن. يعني انا جيت قعدت كده وسبتهم شويه انت جيت حبيت تقعد جنب صاحبتك فتقولي لصاحبتك الثانيه قوم انت من هنا وتعالى انا عايز اقعد جنبها. انت عايز تقعد جنب زميلك انت عايز تقعد جنب البنت بتاعتك هتقوم ايه؟ لا تعالى انت هنا وانا هقعد هنا. اديت وقت. يبقى لما ما اديش وقت يحصل الكوري ولا ما يحصلش؟ لو اديت وقت يحصل كوري؟ لا ما اديتش وقت يحصل وقت يحصل الكوري. يعني جيت مره واحده يلا اقعدوا هتقعد في اي حته. يبقى الرابيد كولينج دونت الاو سفيشنت تايم فور اتوميك ديفيوجن. ما عندوش وقت ان الاتوم تتحرك براحتها ما فيش وقت اتوميك ديفيوجن فمش هيوصل للكوري اللي هيديني الشكل ده. او الجريد ديفرنس في الميلتنج بوينت. ما هي الجريد ديفرنس واحده هتتجمد والثانيه تديها بعد كده راحتها على ما تكبر. طيب ازاي افويد الكوري؟ اول حاجه برد بالراحه ما تبردش بسرعه تدي له وقت وجبه. طب لو الفرق كبير هتعمل ايه؟ هنعمل حاجه اسمها هوموجنايزيشن هيت تريتمنت. اسمها ايه؟ هوموجنايزيشن هيت تريتمنت. ايه الهوموجنايزيشن هيت تريتمنت ده؟ حاجه شبه الانيلينج. حاجه شبه الانيلينج. ايه الهوموجنايزيشن هيت تريتمنت ده؟ اللي هو مش ده سكيت تريتمنت ده حاجه شبه الانيمي. الكوري عندك كله ما عدا الميكانيزم. الميكانيزم ده انا شرحتها ازاي وبيحصل وازاي بتركب الشكل ده كله. الميكانيزم مش عليه الفم بس باقي الحاجات كلها عليه. خلاص كده عرفنا ايه اللي عليه واللي مش عليه. ده لما انا بتنسى ان شاء الله مرة جاء المفروض دكتور راجع يخش لكم اللي عايز يسألوا أي حاجة يسألوا. أوكي؟ مش سامع. مش سامع خالص والله. برضه هما كمان مش سامعين. إيه؟ الفيلم بتاع إيه؟ دول اللي عليك. انا قلت.
سلموني اسبوع جاي في السكاشن كل واحد سكشن. لازم على درجات كتير. اوكي تحب الكتاب وتخلصه وتيجي تسلمه. كل اللي عليك تعمله لحد ما وصلت الدكاتره كان بيخلي معاكم في السكشن وتحلوا بره وشوف الكلام ده كله. الكتاب العملي تسلموه الاسبوع الجاي، تسلموه في السكشن وتاخده معايا خلاص. هيصح او تفصل تاخده اخر السكشن. من الاسبوع الجاي هتسلموا الكتاب العملي تمام. وعشان الحركات القرعة اللي بتحصل دلوقتي ممكن نسمع على الكتاب العملي خلاص، عشان يقول لي الكتاب ضايع والكتاب ما اعرفش مين خده وما اعرفش ليش عمل الشغل العيال ده. الكتاب العملي الاسبوع الجاي تسلم في السكاشن. متفقين؟ لا كنت